حفل وطني. يعتبر المتحف الوطني واحدا من أهم الأماكن السياحية في كوالالمبور، ويقع بالقرب من حدائق بردانا. يقدم المتحف لمحة عامة عن التاريخ والثقافة الماليزية. حيث يصور المتحف التراث والحضارة الماليزية، إلى جانب كيفية النهضة المستقبلية وطريقة التنمية الفكرية والثقافية والعلمية. كما يقوم المتحف بالتعريف عن اقتصاد ماليزيا وجغرافيتها وفنونها وثقافتها المتنوعة. يقدم المتحف العديد من الجولات المصحوبة بمرشدين، والتي تتم على مدار الأسبوع. يحتوي المتحف على صالات للعرض، والتي بها المجموعة الحصرية والمميزة التي تتكلم عن تاريخ ماليزيا، مما جعله يقوم بجذب انتباه الزوار من مختلف أنحاء العالم. يحتوي المتحف على العديد من المعروضات التي تتعلق بالمجتمع الماليزي منذ القدم، حيث يوجد به أشكال الأزياء التقليدية الماليزية. كما يقوم المتحف بعرض تشكيلة واسعة من المجوهرات والحلي والسيارات القديمة. في الطابق الأرضي للمتحف توجد العديد من المجسمات للأعراس التقليدية في ماليزيا. كما يقوم بعرض تفاصيل الحياة الماليزية مثل صيد الأسماك والزراعة والنسيج وغيرها. الأول يقوم بعرض أثاث ماليزي وسجاد ونقوش من النحاس والفضة والذهب. الطابق الثاني يتم عرض مجموعة مختلفة من الحيوانات التي تم طحنتها، بالإضافة إلى مجموعة مذهلة من الأسلحة مثل المناجل والخناجر والسيوف وغيرها. أبوابه للزوار يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 6 مساء.